اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. تعالوا معايا اوريلكم التاهو البريمير، اخر سياره موجوده عندنا حاليا في بن حموده للسيارات باللون الرمادي. اللون الرمادي طبعا، تعالوا احنا هنشوف السياره دي من الداخل. لف لف الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه، يلا. زي ما انت شايف السياره دي حصرا باللون، انتوا سموا اللون، في ناس بتقول عليه رملي، جملي، سكري، هو اسمه ميبل بيج، خلينا نقول بيج من الداخل. البريمير بتنزل طبعا برنجات 22 انش، فيها الجنبينات الهوائيه ترفعها وتنزلها في مكانها عشان تطلع الاهل وتنزلهم بسهوله. السياره دي ماكينه 5.3 و10 غيار و355 حصان، بانوراميك سان روف، خمس كاميرات، شاشتين خلفيتين، دب اوتوماتيك. طبعا سياره ممتازه للخط والمدينه والشكل الفخم، وعندك هيد اب ديسبلاي هناك، تصور كده الهيد اب ديسبلاي 15 انش، وادي الشاشه اللي فوق ال10 انش، والعداد الديجيتال، ثلاجه بفريزر. بس سيارات جي ام هي اللي فيها ثلاجات بالفريزر، عشان الناس بتسالني ما يعني ثلاجه بفريزر، لا احنا بس اللي عندنا ثلاجه وفريزر. في سيارات ثانيه فيها كول بوكس، فيها تبريد، حفظ التبريد، بس هنا ثلاجه وفريزر، وتتحكم في درجه الحراره حتى 5 تحت الصفر. طبعا 050-516-3525 ده رقمي، اتصل عليا اليوم واحصل عليها قبل العيد.